متابعي قناة أنفاس بريس، احنا الآن تنتواجدوا بمقاطعة سباتة من مدينة الدار البيضاء. مقاطعة سباتة تتعرف خلال الأسابيع الماضية حركة يعني كبيرة واكتضاد شديد بسبب مشاريع تاع التنقل، كاين الخط الثالث للترامواي اللي غيمر من شارع إدريس الحارسي، وأيضا حافلة ذات الجودة العالية اللي غتمر من شارع محمد السادس وإلى شارع القدس. هذ المشروعين يعني خلق واحد الارتباك كبير على مستوى حركة السير والجولان. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي محفوظ تيريس عضو مجلس مقاطعة سباتة. السي محفوظ، مقاطعة سباتة تعرف مجموعة من المشاريع تاع التنقل، كاين الخط الثالث، كاين أيضا حافلة ذات الجودة العالية، ما تشوفش بأن هذه المشاريع أثرت على حركة السير داخل هذه المقاطعات؟ بالنسبة للمشاريع التي تعرفها مقاطعة سباتة هي بطبيعة الحال لا مشاريع مهمة لا على مستوى خط ترامواي ولا على مستوى الحافلة ذات جودة عالية، فاحنا كنقولوا بهذه المشاريع هي مشاريع جد مهمة كنا كنفتقروا لها قبل. احنا فرحانين بهذه المشاريع هذه اللي كاينة عندنا لا على مستوى الترامواي ولا على مستوى الباصواي. بالنسبة لهذه المشاريع اللي منطلقة هي خلقت واحد نوع ما من عرقلة في السير، لكن احنا كمواطنين كمنتخبون داخل هذه المقاطعة غادي نحاولوا أن نصبروا ونتحملوا هذه المشاكل هذه إلى حين انتهاء هذه الأشغال اللي ما عندنا ما نديروا، لأن احنا غنشوفوا الوقع ديالها ما بعد انتهاء الأشغال وبعد انطلاق ديال هذا الترامواي وهذا الباصواي نشوفوا هذا الشيء اللي خصنا ننتظروا. في حين هذه المشاكل اللي كتعرفها حركة السير هي مشاكل كيشاكي منها المواطن وكيشاكي منها جميع الفعاليات داخل مقاطعة سباتة. نتمنى أنها تمر بسرعة، نتمنى أنها تمشي للنهاية، وحنا عندنا أمل كبير على أن هذه المشاريع تدير واحد الوقع إيجابي على في مقاطعة سباتة. ما تشوفش بأنه كان من الأحرى يعني فتح مسارات جديدة من أجل تخفيف الحجم تاع البلوكاج اللي تتعرفوا المنطقة بسبب هذه المشاريع هذه؟ بالنسبة للمسارات اللي خاصها تفتح بطبيعة الحال خاص تكون مسارات باش ما يوقعش ذاك الازدحام ديال السيارات ديال المارة. هذه المسارات دابا أصبحت السيارات ولا جميع الإخوان كيستغلوا ممرات أخرى على مستوى مثلا ما بين الشوارع المتواجدة مقاطعة سباتة اللي تخلق دابا واحد نوع من الزعام، ولكن الحمد لله لاحظت واحد القضية حتى عدد حوادث السير قل في هذه الفترة هذه، لأن ولات هذاك السرعة ما بقاش السرعة هذا ملاحظة، السرعة ما بقاتش. إذا نتمناو أن هنا كما قلت لكم من قبل احنا غادي نحاولوا ما أمكن أننا نصبروا إلى حين انتهاء من هذه الأشغال. والممرات راه اي واحد كيشوف مثلا المسار اللي غادي يسلكوا ولا غادي يمشي منه راه كيديروا بوحدو وكيخرج. الكثير من المنتخبين تاع المقاطعات ومن بينهم مقاطعه سباته كانوا يطالبوا لسنوات طويله بالعداله المجاليه وبجلب المشاريع الكبرى على مستوى المقاطعات. الان ولينا تنشوفوا بحال مشاريع تاع الترامواي اي الحافلات ذات الجوده العاليه، واش ما تشوفش بان هذه المشاريع غتساهم في تنميه هذه المقاطعه؟ بطبيعه الحال كنا دائما ننادي بعداله مجاليه على مستوى جميع المشاريع التي تستفد منها جماعه الدار البيضاء بجميع مقاطعاتها، لاننا اليوم كنشوفوا حنا مشاريع كبرى كتجي سباته، هذا فخر لنا وهذا فخر لساكنه سباته وفخر لجميع فعاليات داخل مقاطعه سباته. كنشوف ان عندها غيكون عندها كما قلت عندها وقع ايجابي. واش عندكم واحد الحوار مع العمده ولا مع الرئيس المقاطعه حول هذه المشاريع الان اللي تتنجز داخل تراب مقاطعه سباته؟ بطبيعه الحال هناك حوار بين رئيس المقاطعه والساده الاعضاء على اساس اننا باش تعجل بهذه الاشغال هذه، لان الصراحه غادا بواحد السرعه اللي غتنتهي في القريب العاجل ان شاء الله، لان حتى الرئيس ولا السيده العمده اللي كتعتبر عضوه داخل هذه المقاطعة حتى هي مجندة ومجندون على أساس هذه الأشهر باش تنتهي وتكون في الوقت المناسب ديالها إن شاء الله. ذكرنا عمدة الدار البيضاء، عمدة الدار البيضاء هي تنتمي أو عضو في مجلس مقاطعة سباتة، ما تشوفش بأن هذا غيكون عامل مساعد من أجل جلب مشاريع أخرى لهذه المنطقة هذه؟ نعم بطبيعة الحال، فاحنا تنقول بأننا جد فخورون أو جد فخورين بانتماء السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء لمقاطعة سباتة، أن ما يمكنش أن السيدة هي تنتمي لمقاطعة سباتة كعضوة
وهي دائما كتحاول انها تجلب مجموعه من المشاريع المقاطعه سباته، لان المقاطعه سباته تعتبر من المقاطعات الضحاويه، المقاطعات اللي كتعتبر مدخل لمدينه الدار البيضاء. واكون اكيد على ان السيده العمده ستلفت النظر بواحد الدرجه كبيره لهذه المقاطعه، ونتمنى تلفت النظر لجميع المقاطعات ديال مدينه الدار البيضاء. سي محفوظ، شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس. الى اللقاء في حلقتنا وفي لقاء جديد ان شاء الله.